قلنا لهم أي سفارة من السفارات الموجودة في العراق لا يجب التعدي عليها، وأنا لحد الآن أتعهد إذا أكو مظاهرات بعد بالمستقبل ما تواصل يم أي سفارة من السفارات، وقبل وإن فترة كان هي السفارة الأمريكية تحارشت بينا بالخيمة الخضراء ها شلون؟ وشوي راح نتحارش بها بالمستقبل، شلون تحارشوا؟ قام الطيارة الأمريكية تفترح فوق الخيمة، فإن شاء الله نتحارش بها بالمستقبل. شو راح يصير؟ بالمستقبل الله كريم.